السلام عليكم متابعين موقع طنجاي، ومرحبا بكم في حلقة جديدة في ميكرو طنجاي. مؤخرا رجعنا الناس ديال طنجة كنشوفوا واحد الظواهر اللي الصراحه ما خصناش نشوفوهم. اليوم غنخرجوا للشارع ونشوفوا راي الناس. والاب تاهو كانت عنده الهيبه كيدخل للدار الشمامه ما كتزعزعش، اما دابا راجل بوبراني ولا مغلوب على الامر ديالو، ولا تما راه كتسيرو كيف ما بغات. رجعنا ما بقيناش كنقدروا نخرجوا مع العائله ديالنا مع الوالدين ديالنا، اما الارخيتين هما صغارين ما غاديش تقدرش تحكموا هما كبارين. ما بقيناش كنقدروا نخرجوا مع الوالدين ديالنا مع العيال الصغار مع النساء ديالنا، الظاهره تفزاد والعرى شي حاجه طوب. كنقول لك كنخرجوا كتجيبها كتشوف شي حاجه دور وجهك هكذا، ما عندك ما تقدرش، ما عندك شي فين تمشي، ما كاينش شي شواطئ مثلا ما غتشوف والو قليل. خاي عبدو، مؤخرا بدينا كنشوفوا شي تصرفات غير اخلاقيه في مدينه طنجه، شنو هو الراي ديالك؟ واش غادي نقول لك اخي ابراهيم، قبل كنا كنعرفوا عادي والساندويتش كنشير بايطه، دابا ولا كلشي عادي. هادشي هذا ناتج عن الثقافه الغرب، دخلوها لنا بلا تا ولينا كنشوفوا كلشي عادي عادي عادي، والاباء ما عاملينش الدور ديالهم في الحياه. ما بقاش الاب كيف ما كان قبل، الاب قبل كان واقف، الاخ كانت عنده الهيبه، والاب تا هو كانت عنده الهيبه كيدخل للدار الشمامه ما كتزعزعش، اما دابا راجل بوبراني ولا مغلوب على الامر ديالو، ولا تما راه كتسيرو كيف ما بغات. وهادشي هذا اللي كيخلينا نوصلوا للنتيجه هذه، ان البنت كتخرج عندها واحد الحريه، الاب ديالها كيولي عنده الامر عادي، يماها كتغطي عليها، اخاها عاوتاني هي كتدبر عليك كتصوفيه حتى هو كيقيميك. هادشي هذا يعني عنده بزاف العوامل اللي خلينا نوصلوا لهادشي هذا. اما اذا كنا متشبسين بالثقافه ديالنا وديك والتاريخ الاسلامي ديالنا ما نوصلوش لهاد النقط بحال هادي. حتى الدوله ديالنا الحاليه ما كتعاونش الانسان باش يتشبس في الدين ديالو، عندها كلشي عادي، وكتشي بانك تعمل شي حركه ماشي هي هذيك كيولي الحق داك الانسان هذاك اللي متبرج في الزنقه، وانت اللي بالغيره ديالك على داك الدين هذاك تبغي زعما تحاربو ولا غير بدوك مك تولي انت في عقوبات وزيد وزيد وزيد. هذه ماشي حريه شخصيه، الحريه الشخصيه في شي حوايج اللي هما شخصيين ديالك، اما الحاجه اللي تدور بها واحد اخر ما كتبقاش امور شخصيه. انا نشوفك مثلا بواحد الطريقه اللي هي متبرجه وعاريه تاديني، واخا نكون ما اديكش نولي كناديك، لان ما نقدرش انا نمشي مالك، انا ماشي سيدنا يوسف اللي نقدر نتملك نفسي ونغض البصر وزيد وزيد. انا واحد الانسان طبيعي عندي مشاعر ديالي، ولكن انا كنحاول ما امكن من ادي شي واحد اخر، واحد اخر ما يادينيش شي، وهيدا كتبقى ماشي الحايس. ما بقيناش كنقدروا نخرجوا مع الوالدين ديالنا مع العيال الصغار مع النساء ديالنا، الظاهره تفزاد والعرى شي حاجه طوب، يعني ما تقدرش تحشم. يعني حنا كنا كنعرفوا غير بحر، كنجي نشوف حنايا دابا حاليا كنجي فين من ولي الامر هاد الناس هادو، مع من يهضروا، واش ما عندهم عائله، ما عندهم اخوان، ما عندهم، ما كاينش اللي ينصح، ما كاين والو، ما يمكنش. دابا حنا كنا كنعرفوا غير الشواطئ كيكون فيهم هذا، ولكن دابا رجع بحال لا الشواطئ وبعض الشواطئ في طنجه، بعض الشواطئ حنا بحال مرقاله حي شعبي، يعني الناس ديال الحومه ديالنا، الناس جماعه مرشان مطافي، الناس مرات فلان بنت فلان او لا، الناس كيعوموا بحال العائلات. عندنا بلايا معروفه بالبراني كذلك، سيدي قنقوش وديكي هذيك معروفين عاوتاني امور. وشنو هي الرساله ديالك اللي توجهها للاباء؟ والله يهدي ما خلق وصافي. اللي كنشوف انا دابا غلابين على الاباء والولي الامر. شنو نقول لك الحبيب ديالي؟ انسى، رجعوا غلابين على الرجال. يعني مراه تعمل اللي بغات والعائله تعمل اللي بغات، وانت ضرب راسك في الحيط. بغيتي ما بغيتي شي، واش هي اللي كتدخل تفضل خبز على موالين الدار ولا ما فهمنا والو المرضي ديالك؟ ايوا شنو نقول لك، هذه الظاهره العرب بزاف مؤخرا زادت بزاف، ماشي غير في طنجه، في المغرب كامل. الشواطئ ما تقدرش تمشي مع العائله ديالك، ما تقدرش تدي وليداتك تجلس في الراحه ديالك، وما كاينش اللي كيدار على هذا الشيء. وكنظن انا مشكل هذا الشيء من الاساس ديالو هو الاسره والتربيه، التربيه ولا ما رباش ديك الاب ولادو على واحد التربيه حسنه، ويوريهم ويقول لهم يدعي معاهم يطلب الله التيسير. الله يحفظنا ويحفظ وليداتنا ويسترنا ويستر جميعا. دابا سينا واش تقدر تخرج مع العائله ديالك وتمشي شي اماكن؟ اش نقول لك، كنخرجوا كتجيبها كتشوف شي حاجه دور وجهك هكذا، ما تقدرش ما عندكش فين تمشي، ما كاينش شي شواطئ مثلا ما غتشوف والو قليل قليل بزاف. كاين ديك البلايا كنمشي لها ديك فرديوه قبل قصر صغير، محترمه كتعاود على رجلك شويه باركين فوقي، هذيك محترمه. الراي ديالي هذيك اللي كاينه دابا حاليا تقدر تتبعها مع عائلتك، ماشي كامل لا اشهار ولا شي حاجه، ولكن غتجيب راه عامره دابا محترمه، غتجيب راه عامره بحق ما غتشوفش العرب. يعني تما كيمشيو غير العائلات الناس محترمين؟ غير العائلات الناس محترمين، ما كاينش شي واحد تما، هذاك بحال اللي كنقدر نمشي له مرت. اما فين غتمشي قصر صغير داليا سطيع فين ما مشيتي،
ما مشيت. شنو الرساله ديالك اللي توجه للاباء؟ والاباء يهتموا بولي ما تخليش ولادو يخرجوا هيداك قدامه كتخرج قدامه كتلبس قدامه كيعرفها سي ربي بنته يدار معاها ينصحها راه مسؤول عليها راه امانه هذيك عنده هو خصو يربيها من الاساس خليش المجتمع ما بغى قال صاحبتي قال فلانة. واش نقول لك اخي ابراهيم هذا الشيء اللي كنشوفو يعني رجع بزاف واحد الظاهره رجعت غريبه رجعنا ما بقيناش كنقدروا نخرجوا مع العائله ديالنا مع الوالدين ديالنا وقلت التربيه بزاف وما كاين شي واحد الواعي ما كاين شي واحد يعني واحد النوع ديال التربيه ان الانسان خصو يلبس واحد الحاجه محتشمه ما يلبسش اي حاجه هذا الشيء ما داخلش في يعني ما داخلش في واحد التفتح او لا حنا واحد الدوله اسلاميه خصنا نلبسوا مزيان الانسان يكون مستور وكنظن حنا التربيه ديال الوالدين ديالنا ما ربوناش هيدا الحريه الشخصيه كتكون في حاجات اخرين ماشي في اللباس ماشي في يعني الانسان خصو يكون معري او لا نقولوا يعني خصو يكون واحد شويه ديال الوعي من هذه الناحيه يعني الانسان كيحترم تحترم وكنتمنوا من الجميع يتفاهم هذا الشيء ديالنا والله يدي ما خلق وصافي لا صراحه هذا الشيء رجع صعيب خصك فهمتي تعرف ملي تمشي الاماكن اللي تمشي من النوم اللي ما تمشيش من النوم واخا اغلبيه الاماكن يعني رجعوا تقريبا بحال بحال يعني وخصوصا في الصيف الشام بنادم كيدراق وكذا وهذه كيغطي على شبير ديال الشتا ما الصيف راه كلشي عريان وكنتمنى من الله ترجع ديك النفس الدين وبنادم يراجع راسه ويرجع الله سبحانه وتعالى. شنو هي الرساله ديالك اللي تقدر توجه للاباء؟ الرساله ديالي هو انهم يعسوا على ولادهم مي يكونوا صغارين ماشي تيكبروا تيفوت الفوت يعني مي يكونوا صغارين خصهم يزيروهم يوريهم شي لعره هما صغارين وكذا باش كيكبروا يعني على ديك التربيه فهمتي اما الارخيتين هما صغارين ما غاديش تقدرش تحكمهم هما كبارين. كما شفتوا كانت ديال الاراء الناس وما تنساوش تخليوا الاراء ديالكم في كومونتير. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.